السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم مدرسا جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس وضع لايك للفيديو ليصلك كل جديد. البعض ممكن يتابع القناه لكن نسى يضغط على زر الاشتراك سبسكرايب ايضا فعل زر الجرس ليصلك كل جديد عندما ننزل اي فيديو بشكل يوم ان شاء الله. نتكلم في هذا الفيديو عن اللفظ ايدي باللغه الانجليزيه. طبعا لها ثلاث اصوات. يكون عندنا الصوت الاول اد او دا او يكون عندنا تي اذا الإيدي دي تلفظ ثلاث اصوات ممكن شخص يقول متى اضيف الإيدي؟ طبعا بشكل سريع تكلمنا بزمن السمبل باس الماضي البسيط الحب يرجع عليه الفعل لكي احوله من المضارع البسيط الى الماضي اضيف الفعل اي دي مثل عندنا بلاي played أو عندنا الفعل want تصبح wanted wanted راح نتعلم في هذا الفيديو كيف ألفظ الأيدي باللغة الإنجليزية طبعا play يلعب played لعبة بالماضي البسيط want يريد wanted إذا أراد كما قلنا لهذه الأيدي ed ثلاث أصوات يا ما يكون عندنا دي يا الفظها تي يا ملفظها اد تابع معي نهاية الفيديو لكي تتعلم متى أنطقه دي متى تي متى اد إذا كما قلنا لها ثلاث أصوات الصوت الأول بيكون عندنا د ت اد لاحظ مع الأصوات السمية متحركة في عندنا اهتزاز بهذه المنطقة نسميها voiced sounds عدنا بي لاحظ بي اذا وضعت يدي بهالمكان هذا في اهتزاز بي جي لاحظين جي ال ام ان لاحظ في الصوت هذا ج ج يكون عندنا مثلا دي جي ج لا نرفض الدي طبعا ايضا بيكون الكلمات المنتهيه why اذا بهذه الحاله ننفظها د اذا الاصوات تسميها voiced اذا voiced ساوندز اذا اصوات متحركه او اهتزازيه بهذا المكان في عندنا اهتزاز عند الحنجره اذا بي جي ال ام ان في الصوت هذا جا يعني هذا صوت لكن مؤلف من دي وجي لاحظ سمايلد سمايلد لا نقول سمايلد سمايلد اذا نفضها دي على طول دي لا نقول اد سمايل سمايل opened opened اذا ايضا نفضها د لا نقول opened opened على طول ان دي اذا موجود حرف الان لاحظ حرف, حرف سميه صوتي إيدي opened loved loved إذن لا نقول لافيد لافيد لافد على طول دي لافد كارد كارد اذا كارد وارد وارد مباشرة آر دي وارد لا نقول وارد كاريد كارد على طول دي مباشرة كولد كولد اذا أول قاعدة نلفظها دي كما هي smiled طبعا بالماضي ابتسم اوبند فتح loved احب كارد حمل حمل شيء ورد قلقة من شيء او قلق كولد نادى او اتصل بشخص ما إذا أول مجموعة نلفظها د اللفظ الثاني أو الصوت الثاني تي نقلب الدي إلى تي بعد هذه الأصوات نسميها voiceless voiceless إذا أصوات غير متحركة وغير اهتزازية يعني بهالمكان هذا لفظنا ف... لاحظ ما في اهتزاز ف... ك كي... لاحظ ما في اهتزاز بي إذا لا يوجد اهتزاز في المكان بعدها الدي او الايدن الفضاء تي مثل عندنا ف ك اتكلم عن كاصوات لانه عندنا جي اتش ايضا الفضاء اف ايضا ك مع اس بي الصوت هذا نسميه ش بهذه الطريقه كتابه صوتيه ايضا عندنا سي اتش الفضاء تش ايضا نلفظها تي اذا هذه الكلمات مثل عندنا كوكت كوكت اذا عندنا حرف ك يعني صوت ك ك عند اذا نقلب الايدي الى تي كوكت كوكت ملاحظين اذا تي سكيبت سكيبت لا اقول سكيبد ده اذا نقلب الدي الى تي سكيبت سكيبت طبعا كل هذه الاصوات لتسهيل عمليه النطق لافت لافت لا اقول لافت دي اذا الصوت هذا جي اتش كما نعلم نفضها فا لافت لافت اذا الايدي نفضها تي واتش ات واتش ايضا السي اتش هذا الصوت تش بعدها الفظ تي واتش ات واتش اذا وشت وشت اذا ايضا بعد الصوت تش نفضه تي wished wished لا نقول wished إذا T wished wished ask it ask it ask it إذا بعد الكين مباشرة نلفظ T لا ألفظ D ask it طبعا عندنا cooked طبخة escaped هرب أو نجم مكان laughed ضحكة watched شاهد وشت رغب او تمنى اسكت بمعنى سال كوكت سكيبت لفت واتشت وشت اسكت ايضا عندنا المجموعه الاخيره والصوت الاخير اد لا قل د ت اد اذا في حركه اد او النزله هذه بعد الصوت تي ودي مثل عندنا لاندد لاندد ملاحظين؟ إذا في عندنا إد لاندد لا صار نقول لاندد لاندد إذا هذا صعب لازم أعطيها إد لاندد إذا حط أو هبط نيدد نيدد ملاحظين؟ احتاج نيدد نيدد لا أقول ندد ندد إذا هذا خطأ في عدنا صوت إي مع دي إد كسرة wanted wanted إذا لا نقول wanted على طول wanted wanted إذا كان نوقف عند الحرف الدي والتي ونعطيها الحرف أو الزائدة الصوتية هذه إد إد إذا بعد تي دي نلفظها إد بالحالة الأولى دي مباشرة الحاله الاخيره بعد الصوت تي ودي نضع فاصل صوتي هو اي كسره تصبح ايد لاندد نيدد وونتد طبعا لاندد كما قلنا هبط نيدد احتاجه وانتد، أرادة، اذا بهذا الشكل من المهم تعلم هذه الاصوات طبعا كما قلنا نضيف هذه الاي دي في زمن الماضي البسيط سمبل باست مع الافعال نسميها ريجولر فيربس افعال الغير نظاميه الافعال الشاذة اذا نلاحظ الاي دي كما قلنا لها ثلاث الفاظ او ثلاث اصوات يا ما يكون د يا ما يكون ت يا ما يكون إد بشكل سريع راجعهم د مع بعد ب جي ل م ان في ج واي عندنا حرف ساكن طبعا يكون نقلب الواي الى اي ونضيف اي دي طبعا نسميها فويس ساوندز اصوات متحركه يعني في اهتزاز في هذه المنطقه المجموعه الثانيه نلفظها ت مع الاصوات نسميها فويسلس اصوات غير اهتزازيه او غير متحركه بعد صوت ف ك كاس بي ش ش اذا الفضاء ت اخر صوت بيكون اي يعني كسره مع دي اد مع الاصوات تي ودي كما قلنا لاندد نيدد وهكذا بهذا الشكل انا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن لفظ الاي دي باللغه الانجليزيه التي نضيف الفعل تحويله من البريزنت سمبل من المضارع البسيط الى الباست سمبل الماضي البسيط اتمنى قدمت شيء الفائده اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس وضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته